أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. إليكم النشرة الجوية الخاصة بالملاحة البحرية لهذا اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2014. هذا الصباح كان الجو متميز بسحب عابرة على أغلب مجالاتنا البحرية كما تبينه هذه الصور. توقعاتنا الجوية المنتظرة لبقية هذا اليوم سحب عابرة على كافة السواحل. بالشمال تكون الريح هذا اليوم شمالية غربية جنوبية غربية ضعيفة من 10 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب. على شرق تونس هذا اليوم تكون الريح شمالية شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب أيضا. وعلى خليج قابس تهب الريح من القطاع الشمالي هذا اليوم شمالية شمالية شرقية بين 10 و 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب. أما الرؤية فتمتد من 3 إلى 8 أميال. الليلة القادمة إن شاء الله يتواصل طقس متميز بسحب عابرة على أغلب مجالاتنا البحرية. بشمال هذه الليلة رياح جنوبية جنوبية غربية بين 10 و 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب. على شرق تونس رياح شمالية غربية هذه الليلة بين 10 و 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب. وعلى خليج قابس تكون شمالية شرقية أقصاها 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب أيضا. ورؤية تنخفض تدريجيا من 8 أميال إلى 4. يوم غد إن شاء الله على السواحل الشمالية سحب عابرة، رياح من القطاع الجنوبي بشمال تونس وشمالية غربية تتجه آخر النهار إلى القطاع الجنوبي على خليج الحمامات بين 10 و 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب. والرؤية جيدة من 4 إلى 8 أميال. بالنسبة لمنطقتي الشاب وجربة يوم غد إن شاء الله سحب عابرة، رياح بين 10 و 15 عقدة تكون من القطاع الشمالي ثم تتجه آخر النهار إلى القطاع الجنوبي، البحر قليل الاضطراب. والرؤية جيدة أيضا من 4 إلى 8 أميال. نمر الآن إلى حركتي المد وجزر، ميناء صفاقس 32 سنتيمتر على الساعة 10 ليلا و 20 دقيقة، متر و 73 سنتيمتر على الساعة 4 صباحا و 22 دقيقة، ميناء قابس 33 سنتيمتر على الساعة 11 ليلا و 7 دقائق، مترا و 14 سنتيمتر على الساعة 4 صباحا و 27 دقيقة، ميناء جرجيس 21 سنتيمتر على الساعة 10 ليلا و 24 دقيقة، ومتر وسنتيمتران على الساعة 4 صباحا و 34 دقيقة. في الختام للحصول على أكثر معلومات بإمكانكم الاتصال بالموزع الصوتي، زيارة موقع الويب meteo.an أو بعث إرسالية قصيرة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.